أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية من أورينت نيوز، ونبدأها بأهم العناوين. أنباء عن اقتراب تشكيل مجلس عسكري موحد لفصائل إدلب برعاية تركيا. تقرير يكشف حجم انتهاكات ميليشيا قسد بحق أطفال مختطفين في سجونها. نظام أسد يرفع سعر الخبز وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل يشتبه بأنه على صلة بمنفذ الهجوم على كنيسة في مدينة نيس. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة بشأن شرق المتوسط. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. قال ناشطون أن تركيا عملت في الآونة الأخيرة على تشكيل مجلس عسكري موحد لفصائل إدلب، وقالت مصادر خاصة لأورينت أن المجلس يضم كافة الفصائل وهيئة تحرير الشام، مؤكدة أن الألوية العسكرية ترتبت وأصبحت جاهزة وبانتظار الإعلان. بدوره نقل موقع قناة الحرة عن مصادر قولها إن الخطة اكتملت منذ مطلع الشهر الماضي على أن تقدم أنقرة دعم لوجستي للمجلس فور الانتهاء من مراحله. قال ناشطون أن القوات التركية بدأت بالتحضير للانسحاب من نقطة شير مغار شمال غرب حماة إلى منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، وأضافوا أن تحركات عسكرية غير مسبوقة شوهدت في النقطة 11 المحاصرة من قبل ميليشيا أسد الطائفية. يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال نقل الآليات والمعدات العسكرية من النقطة 9 قرب مدينة مورك وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه تلك المناطق. وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل أورينت نيوز محمد الفيصل من إدلب. محمد أهلا بك في هذه النشرة. بداية محمد، هل حدثتنا عن اقتراب تشكيل مجلس عسكري موحد لفصائل إدلب، ومن سيتولى القيادة في هذا المجلس إن كان هنالك معلومات؟ نعم، تواردت أنباء في الآونة الأخيرة عن قرب إنشاء أو تشكيل مجلس عسكري في محافظة إدلب. هذا المجلس العسكري يضم ثلاث فصائل أساسية وهي هيئة تحرير الشام وفيلق الشام وأحرار الشام. التشكيل جاء بعد معسكرات مكثفة للفصائل المقاتلة قامت خلالها بإنشاء أو بتدريب عدد كبير من الجنود والمقاتلين على مختلف أنواع الأسلحة وتطوير هذه المجموعات القتالية والتنسيق ما فيما بينها. حتى اللحظة لم يصدر من مصدر أساسي أو رسمي من الفصائل المقاتلة شيء حول هذا التشكيل العسكري الجديد، إنما هي أنباء تتوارد حول تشكيله وإمكانية تشكيله وإظهاره للعلن في الفترة القريبة. هذا التشكيل وبحسب الأنباء أنه سيكون على تنسيق عالي في غرفة العمليات التي تم تشكيلها أيضا مؤخرا وهي غرفة عمليات الفتح المبين، وتنسيق أيضا على الجبهات لصد أي محاولة تقدم لميليشيا النظام في الفترة القادمة أو التي من المحتمل أن تقوم بها هذه الميليشيات مع ميليشيات الاحتلال الروسي في الفترة القادمة. نعم محمد، أيضا الجيش التركي يعمل على نقل النقطة 9 في شير مغار أو 11 في شير مغار باتجاه جبل الزاوية، ما المعلومات حول ذلك وهل بدأت التحركات بشكل فعلي خارج النقطة؟
نعم، حتى اللحظة لم تتم أي تحركات خارج النقطة، إنما بحسب ما تناقل الناشطون بأن النقطة التركية بدأت بفك المعدات الخاصة بها والتجهيزات التي المتواجدة في النقطة التركية في شير مغار بهدف نقلها إلى منطقة جبل الزاوية، تحديدا إلى منطقة قوقفين بجبل الزاوية. حتى اللحظة لم يخرج أي آليات من هذه النقطة، إنما هو تجهيز طبعا يأتي ذلك بعد نقل النقطة التركية في مورك، نقلها أيضا إلى منطقة شير مغار، بدأت هذه النقطة خالية، بالإضافة أيضا إلى احتمالية نقل عدة نقاط ثانية من عمق مناطق النظام، نقاط تركية من عمق مناطق النظام باتجاه المناطق المحررة في ريف إدلب. نعم، هل هناك معلومات أيضا عن النقاط التي ستنسحب أيضا خارج أماكن تواجدها حاليا؟ حتى اللحظة ليس هناك معلومات مؤكدة ما هي النقاط التي سوف يتم سحبها، ولكن غالبا نقاط المراقبة الأساسية التي تم إنشاؤها سابقا سيتم نقلها من داخل مناطق النظام، أو سيتم إخراجها من مناطق النظام باتجاه المناطق المحررة، مثل نقطة الصرمان أو غيرها من النقاط المتواجدة في عمق مناطق النظام، سيتم سحبها غالبا باتجاه مناطق جبل الزاوية. نعم، ماذا عن الأوضاع الميدانية على الأرض محمد؟ هل هنالك قصف؟ هل هنالك أي تحركات أيضا من قبل النظام باتجاه المناطق المحررة؟ تعمل الفصائل المقاتلة منذ عدة أيام على استهداف مصادر النيران في معسكرات النظام. اليوم أيضا قامت الفصائل المقاتلة باستهداف عدة مناطق لميليشيا النظام، معسكرات لهذه الميليشيات، هذه المعسكرات التي تعمل على قصف مناطق ريف إدلب. طبعا اليوم أيضا استمرت هذه الميليشيات بقصف مناطق ريف إدلب، تركز القصف على مناطق جبل الزاوية، مناطق فرعويد والفطيرة وأسفهم والموزرة. طبعا هذه المناطق تعرض للقصف بشكل مستمر وباتت تقريبا خالية من سكانها، إلا من بعض العوائل التي عادت إلى هذه المناطق لجني محصول الزيتون، يتم استهدافها من قبل هذه الميليشيات في الأراضي الزراعية، ويسفر هذا الاستهداف عن وقوع ضحايا ومصابين بين هؤلاء المدنيين الذين عادوا لجني هذا المحصول. عموما القصف من قبل ميليشيا الطائفية مستمر، وأيضا تعمل الفصائل على الرد على مصادر النيران. نعم، محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز كنت معنا عبر الهاتف من إدلب، شكرا جزيلا لك. قتل 3 أشخاص بهجوم مجهول، بينهم 2 يعملان لصالح الأمن العسكري التابع لميليشيا أسد في درعا. وقالت شبكات إخبارية محلية أن مجهولين اغتالوا حسن حامد الزعبي أثناء وجوده في بلدة الغارية الشرقية. جاء ذلك بعد ساعات من العثور على جثة أحد العاملين مع ميليشيا الأمن العسكري في منطقة الشياح بدرع البلد، واغتيال عنصر آخر بإطلاق الرصاص عليه في مدينة طفاس غرب المحافظة. قالت صحيفة إنديبندنت إن عشرات الأطفال البريطانيين لقوا حتفهم داخل مراكز اختطاف تديرها ميليشيا قسد. وأشار التقرير إلى أن من بين المتوفين أطفالا رضع، محذرا من سوء التغذية وانعدام خدمات الصرف الصحي والظروف البيئية القاسية وسط انتشار فيروس كورونا. وفي السياق، وثقت شبكة سورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا بينهم أطفال ونساء في مخيم الهول بالحسكة. رفع نظام أسد سعر الخبز والطحين لتصبح الربطة ب100 ليرة، فيما أصبح سعر الطن الواحد من الطحين 40,000 ليرة. إلى ذلك، أظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين سوريين داخل أقفاص يترقبون فرصة للحصول على الخبز أمام أفران ابن العميد بدمشق، ما أثار السخط والغضب باعتبارها طريقة لإهانة المواطنين. اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا يشتبه بعلاقته بالهجوم الذي استهدف كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس يوم أمس وأودى بحياة 3 أشخاص. وقالت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل البالغ من العمر 47 عاما يشتبه بصلته بمنفذ الهجوم المدعو إبراهيم عيساوي، والذي وصل في نهاية الشهر الماضي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث وضعته السلطات في الحجر الصحي قبل أن يطلق سراحه مع أمر بالانسحاب من الأراضي الإيطالية.
من جهته أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس رفع حالة التأهب الأمني بعد هجوم أمس وأعقبه هجوم آخر في مدينة أفينيون جنوب البلاد. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران. وقالت الوزارة إن بعض الكيانات المعاقبة موجودة في الصين وسنغافورة، لافتة إلى أنها حددت 8 منها شاركت في عمليات بيع وشراء للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. يأتي ذلك بعد أسبوع على عقوبات أمريكية طالت سفيرة طهران في بغداد إرج مسجدي وعدت كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات. هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بشأن قيامها بما أسماها استفزازات في شرق المتوسط. وحذرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين من أن العقوبات الاقتصادية جاهزة حال وصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية وفق تعبيرها. وفي المقابل اعتبرت ألمانيا الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات، مضيفة أنها تجري مباحثات مع الرئيس التركي حول هذا الموضوع. وبهذا الخبر وصلنا معكم لختام هذه النشرة مشاهدينا، وتذكير بأهم العناوين. أنباء عن اقتراب تشكيل مجلس عسكري موحد لفصائل إدلب برعاية تركيا. تقرير يكشف حجم انتهاكات ميليشيا قسد بحق أطفال مختطفين في سجونها. نظام أسد يرفع سعر الخبز وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل يشتبه بأنه على صلة بمنفذ الهجوم على كنيسة في مدينة نيس. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أنقرة بشأن شرق المتوسط. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. نلقاكم في نشرات أخرى، إلى اللقاء.